السلام عليكم. الكناس مرجان، حي المرجان، هذه اليوستي أدروات على اليمين، المدرسة العليا للتكنولوجيا. غادي ناخذ طريق غوري، هذه على اليمين طريق الرباط، على اليسار طريق فاس، طريق الوطنية رقم 6، أقربوا يساليوها. هذه 56 دقيقة، اليوم الخميس، اليوم هو الرابع في شهر 7. السوق فاغوري تيكون نهار الخميس، هذا واخا دايرين له ممنوع يدور هنا، هو داير، وفي بزاف ديال الوقت كيكونوا لي جوندارم حاطين تمايا على بحال هذا. حضيو راسكم، اللي يخرج من اسواق مرجان يجي حتى لهاد الرون بوان وعادي يدور. حرارة 21 درجة دابا، ولكن اليوم غادي تطلع الحرارة ان شاء الله بحول الله. الحرارة غادي تطلع حتى 37 اليوم، اليوم غتكون شوية الحرارة. كاين هنا فيلات، ولكن من موراهم كاينين كاين عمارات. ولا حي كبير هنا على اليمين، شقق بمكناس. نمشيو نشوفو السوق ديال خميسة غوراي كي داير، شوفو الأصدقاء ديالنا، نحاول ندير شي دورة حتى في السوق ديال الأغنام والماعز، شوفو كي داير. بالنسبة للحم، اللحم يقدر يكون شي واحد ولا جوج اللي كيبيعوا اللحم، ولكن تنظن نهار السبت في السبت جحجوح يقدروا يكونوا مالي اللحم كتير. احصدوا هاد البلاصة، هادي على اليسار، احصدوها، باقي هي التمن في الارض، خاص ديك اللي كتجمع البالي كتبالي وصافي. ماكينة خاصة تجر هاد التراكتور كتبقى تجمع التمن وكتردو في بال، كتزيرو مزيان وكتدور له السلك. التمن العادي دابا داير تقريبا شي 30 درهم. بعض المرات التمن راه تيوصل حتى لعشرة دراهم وقل من 10 درهم، ولكن دابا المشكل هو ان الجنوب ما صيفوش مزيان، من سطات لتحت سطات الشاويه، تنقولوا الشاويه والرحامنه السراغنا الحوز كلهم، يعني حتى سوس ماسه ودرعا ناقص داكشي عندهم. وليني هنا المنطقة نتاع سايس والغرب والشمال يعني نسبيا مزيان، حتى الشرق شوية من ناحية المحصول الزراعي ديال هاد السنة. داكشي علاش البال ديال التمن يعني ما هبطش في الثمن، كاين عليه الطلب من هاد المناطق المتضررة.
اشكال الريحه نتاع الارض. داروا بومبا جديده هنا مازالين خدامين فيها. غتكون زوينه هنايا، غتزين هاد البلاصه. هادوك لي كونتور ولا لي بومب ابانوا لي مغطينهم، راه يمكن يحطوهم بعدا. كتزين هاد البلاصة هادي، هادي مدرسة الوحدة اللي قرا فيها الشركة، تنقولو حنا الشركة.
الكانتينا تابع ليه تيعزم، شوفوا الاخبار اش كاين اليوم هذا الصباح. هذه السبعة دابا de Noah Youssef. Noah, bonjour. Bonjour Florence, sabahoukoum Saïd, ilaykoum l'arnaouin. انطلاق الحملة التواصلية للإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 في المغرب تعكس رؤية متفائلة واستشرافية. المندوب السامي للتخطيط يعلن بالمناسبة تقسيم التراب الوطني لنحو 38,000 منطقة إحصاء. بينما الحرب تواصل مستعرة في غزة والعالم يترقب رد إسرائيل على مقترح جديد لحماس بخصوص وقف إطلاق النار، حكومة نتنياهو تصادق على أكبر مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ 3 عقود. الحكومة الجديدة في مصر برئاسة مصطفى مدبولي تؤدي اليمين الدستوري، حكومة من 31 حقيبة وزارية، السواد الأعظم منها شهد تغييرات، ويترقب المصريون أن تحل أزمات متراكمة عنوانها غلاء الأسعار وأزمة الكهرباء والسولار. مسال العرض الإخباري من المغرب، حيث تم أمس بالرباط إطلاق الحملة التواصلية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 والكشف عن الهوية البصرية والشعارات التي تضمنتها تعبر عن القيم المرجعية المعتمدة في هذه العملية. في هذا الخضم أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي في ندوة صحفية أن الحملة التواصلية تم تصميمها وفق هوية بصرية وشعارات تعكس رؤية متفائلة واستشرافية لهذه العملية، معلنا أن أعمال الخرائطية الخاصة بهذه العملية مكنت من تقسيم التراب الوطني إلى حوالي 38,000 منطقة إحصاء. المزيد من التفاصيل في تقرير محمد بن عبو. سنة ونصف كانت كافية لخط وأجراءات الأهداف الاستراتيجية للإحصاء العام للسكان والسكنة بالمغرب، وبحضور سفراء العديد من الدول الأوروبية وممثلي الهيئات الدولية وممثلي الحكومة المغربية أعطيت الانطلاقة الفعلية لهذا الورش العام. نحن قمنا بما يجب. أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط. ديال الإحصاء التي تبتدي فاتح شتنبر وتنتهي في 30 شتنبر، والآن إحنا مقبلين على مرحلة ميدانية اللي غادي يكون فيها لطاقم التقني للإحصاء وللسلطات الدور الأساسي لإنجاح هذه العملية، وهذه التوجهات اللي أعطانا سيدنا. المندوبية السامية للتخطيط أخذت على عاتقها الالتزام بما تقتضيه التوجيهات الملكية بخصوص الالتزام بالمعايير الدولية وما تصدره الجهات المختصة بخصوص عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة. هذه المرحلة اللي دست واللي كانت فيها هذه المرحلة التحضيرية كانت تتميز بالنسبة لنا واحد الامتياز، أننا استقينا في كل مرحلة من المراحل ما يجب أن يكون هناك من مفاهيم ومن منهجية ومن تكنولوجيا مستعملة من مباشرة من توجيهات يا صاحب الجلالة، تنفتخر بها وتنعتز بها، تنعرف أنها أعطتنا واحد الحماس وأننا نشتغل بكل حرية. الندوة تم خلالها أيضا تقديم النتائج الخرائطية والإحصائية للجغرافيا البشرية والاقتصادية للمغرب وعرض ديناميكي لخرائط البنايات والمساكن والمؤسسات الاقتصادية النشيطة. برباط دائما تم أمس التوقيع بين المغرب والاتحاد الأوروبي على برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل بغلاف مالي يبلغ 490 مليون درهم. برنامج الدعم الذي وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب يواكب المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي بهدف دعم الجامعات المغربية في تعزيز التعليم العالي والبحث والابتكار وجعله دولياً.
في تونس ساعات بعد إعلان الرئاسة التونسية عن تاريخ الرئاسية الذي طال انتظاره، أفادت وسائل إعلام محلية الليلة الماضية بتوقيف المرشح الرئاسي السابق وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في نابل. الرجل متهم بتبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية في الخارج من دون ترخيص من البنك المركزي. غزة تحت القصف وتتعرض لتدمير منذ 272 يوما. وكالة الأنباء الفلسطينية توثق اليوم سقوط عدد من القتلى والجرحى في قصف استهدف أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، فضلا عن استهداف المدفعية الإسرائيلية مخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس ورفح جنوبها. من جهتها أفادت الأمم المتحدة بأن 90% من الغزيين نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بداية الحرب، فيما الأوضاع الإنسانية والصحية في تدهور متسارع. على صعيد السياسي، أعلنت حركة حماس الليلة الماضية أنها أرسلت إلى الوسطاء القطريين بعض الأفكار الهادفة إلى إنهاء الحرب، لتؤكد إسرائيل أنها تجري تقييما لملاحظات حماس على الاتفاق الهادف إلى الإفراج عن الرهائن على أن تبلغ ردها إلى الوسطاء. وفي خضم كل هذه التوترات، لم تكن الضفة الغربية المحتلة في منأى عن الانتهاكات الإسرائيلية، فعلاوة على حملات الاعتقال وتدمير المنازل المتواصلة إلى الآن، صادقت إسرائيل على مصادرة أكثر من 12 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة، وهي المصادرة الأكبر منذ 3 عقود بحسب منظمة السلام الآن غير الحكومية، وصفتها بضربة جديدة للسلام بين الجانبين. هي خطوة جديدة للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية بامتداد جغرافي متصل، كما يقول للميديان خليل تفكشي مدير دائرة الخرائط والمساحة ببيت الشرق في القدس. ما يجري الآن من مصادرة أراضي هو ما يطرحه الجانب الإسرائيلي بعدم إقامة دولة فلسطينية بين النهر والبحر، وهذا ما طرحه نتنياهو قبل فترة قصيرة عندما قال بأن ما بين النهر والبحر هي دولة واحدة. ما يجري الآن باليمين الإسرائيلي في بناء المستوطنات وتوسيع الشوارع وإقامة الشوارع الخاصة بالمستعمرات ضمن مصادرة الأراضي بحجج مختلفة، مرة للمصلحة العامة ومرة بالتدريبات العسكرية ومرة أخرى باعتبار أملاك غائبين أو محميات طبيعية، هي تعتبر احتياط استراتيجي كامل لبناء مستوطنات جديدة. طبعا مصادرة الأراضي تأتي ضمن برنامج إسرائيلي واضح تماما بأن لا يكون هنالك دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، وما تم الإعلان عنه مع قبل سموليتش بقوننة 5 بؤر استيطانية الأولى. هذه المدرسة ديال الليل الأولى. الحرارة هنا 20.
انتوما تيتبسوا في الثومه ديالهم. مزيانة حاولوا تدخلوها في النظام الغذائي ديالكم. يا هادي غوري ثم كاين على اليمين عاود هنايا المركز هنا تيكونوا الجزارة. هذه القصبة هنا هاد الطريق على اليسار كتدي لأداروش، حتى هذه خلاص اللي غنمشيو معاها كتمشي لتامشاشات حتى هي كتخرج لأداروش. أداروش يمكن الإنسان يمشي لمريرت، يمكن يمشي لخنيفرة، قلموس.
المدخل الرئيسي ديال السوق من هنا. السوق ديال الدجاج هو هذا اللي على اليسار. غوري مشهور يعني بجودة الماعز. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.